بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا نسرع في مقاربة هذه الآية الثلاث لأن تناولها عدة مرات باللغة الإنجليزية الفرنسية والعربية. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، تحدثنا عن الرويوم لديتونتور دي الرويوم سي الله القدوس، صدير اللي le détenteur de la sainteté. Al-Quddus, Al-Salam, détenteur de la paix, Al-Mu'm, détenteur de la foi. Naoud, Inch'Allah Ta'ala.